السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بعد ما أخذنا مجموعة من التاجز اللي تخص الـ HTML، هسه أريد أعرف شلون أتحكم بخصائصها. أرجع أقول إنه كل تاج هي عبارة عن open tag و close tag، والتاج بيها attribute، ممكن يكون بيها attribute إلى value، ممكن عندي التاج بيها open و close، ممكن التاج هي فقط open، يعني ما بيها open و close. الآن أريد أتحكم بالخصائص اللي تخص كل وحدة من ذولي التاجز. يعني أكيد أنا مو معقولة الويب بيج مالتي بهالشكل هذا، أكيد هذا الشيء ما مقبول. أنا أريد أتحكم بالتكست وين يصير، الفونت، الباك كلر، أخلي الخلفية للبيج وهكذا. هو عندي أمور حتى أقلد بيها الويب بيجز المشهورة اللي أنا شايفها وحسب الديزاين اللي أختاره أنا وشي فيه. هنا راح أستخدم، أكو عندي حتى أغير الخصائص البروبرتيز مالك وحدة من التاجز، أكو عندي طريقتين. الطريقة القديمة اللي هي أجي أستخدم الأتريبيوت اللي يوفر لي إياها كل واحد من دول التاجز. مثلا هذا البي أكو بي أتريبيوت اسمها align يساوي left، align يساوي right، يعني والفونت الطريقة هذه تخص الـ HTML. حاليا اللي يستخدم هو التاج المتعلق بالـ CSS، وقلنا الـ CSS اللي هو الـ Gasket Style Sheet فائدته انه يسوي لي Making Up للبيج، ينطيها Touches بحيث اغير الالوان، اغير الاماكن، الفونت، غيرها. الاتريبيوت اللي راح استخدمه تقريبا لتغيير اغلب الخصائص هو ستايل. مثلا اجي هنا اقول ستايل، وهذا الستايل طبعا طريقة التعامل وياه بهالشكل هذا، ستايل يساوي مثل ما قلنا اترف يساوي ستايل يساوي. الان هسه اشوف البروبرتيز الموجودة، ايش اريد اغير؟ اريد اغير الكلر. شوف انا اكتب كلر هو اللي يظهر لي اياها، بدونها لازم اكون حافظ، وطبعا هاي صعبة جدا. color dot double dot يعني colon، شنو اللون مال الكتابة اللي اريده؟ اريد الكتابة تكون باللون الازرق. تمام، save، refresh، صار عندي هذا الباراجراف لونه ازرق. حلو زين، ايش اريد؟ اريد الويدث مال او خلينا نكمل الباك كلر، باك جراوند كلر شنو؟ طبعا خليت انا الكتابه ازرق، وخلي الباك جراوند كلر اخضر بهالشكل هذا. طبعا ممكن اللون ممكن اختاره منه، يعني اكتبه كتابه بلو كورال الى اخره. ممكن اختار ار جي بي وانطي مثل الطريقه اللي اتعامل بها ويا السي شارب، فصار عندي بهالشكل هذا. او ممكن انطيها على شكل الكلر، انطيه على شكل هكساديسيمال. اجي اقول اكتب هاش واكتب مثلا ff 00 ff، صار اللون طبعا يطلع لي اللون مباشره وياي حتى لا تتيه الامور علي. واشوف هسه صار بهالشكل، ما حلو خلي اسوي هذا 200، هذا الباك كلر بهالشكل هذا، الكتابه ff 00 اصفر، يعني اوكي بهالشكل زين. الويدث مال هاي الباراجراف اريد اغيره، فاقول ويدث ايش قد مثلا، خلينا نقول اريده 400 بكسل، 400 واكتب بي اكس. تشوفون يعني كل هذا هو ضمن الدبل كوتيشن مال الستايل، وافصل ما بين بروبرتي وبروبرتي عن طريق سيمي كولن. البروبرتي ما اخليها يساوي، وانما اكتب البروبرتي وبعدين كولن وبعدين القيمه، بروبرتي كولن قيمه وهكذا. سيف، اشوف الرفرش، صار عندي 400 بكسل، امور اوكي زين. ايش اريد اغير بعد؟ اجي على هذه الباراجراف اقول ستايل يساوي،
واجي مثلا شنو اريد فونت سايز اريده مثلا 24 بكسل كلر بلو F5 صار عندي اللون ازرق والسايز مال الكتابه 24 ممكن اسوي اكثر تمام زين ايش اريد بعد اريد تكست الاين تكست الاين اريده على جهه اليسرى رايت كنترول اس سيف الت تاب F5 صارت الكتابه باتجاه اليمين لو عندي عربي كان طلع الامور لازم تكون الالايمنت مالتها على الجهة اليمين الالايمنت مالتي اريده سنتر صارت سنتر تمام زين اذا هسه تعلمت شلون اغير الباك كلر تعلمت شلون اغير الفونت تعلمت شلون اغير الويدث مال الباراجراف تعلمت شلون اغير الالايمنت سواء كان اليمين او اليسار مثلا هذا الاتش 1 اللي هو خل اسميه مثلا هاي الويلكم بعد ما يحتاج اجي هنا اتش 1 اقول ستايل يساوي و شنو اللي احتاجه مثلا احتاج التكس الاين هو سنتر والفونت سايز اكبره بعد اكثر هو مثلا 50 بكسل سيف فايف صار عندي بدل ما كلمه this is heading 1 اكتب مثلا welcome to my page سيف وارفرش طلعت لي هاي هنا الامور اوكي هذا اللاين كلش كبير فممكن اغير الويدث مالته هماتين ستايل طبعا انا اقدر اكتب ويدث مباشره بس اعتمد الستايل افضل حتى يكون عندي ستايل واحد وابقى حافظه لكل التاجز الويدث مالته خل اسوي مثلا 50 ممكن اقول 50 بكسل 500 بكسل طبعا حسب البكسل اللي هو النقطه مال الدقه مال الشاشه فممكن اقول 50 بكسل او ممكن اذا اردت اقول 50% يعني شنو يعني نصف الشاشه تمام صار 50% وحاليا هو سنتر ممكن اخليه يروح على اليمين ممكن اخليه يروح على اليسار بس هنا اليمين واليسار بالتكس اختاريت تكس الاين باللاين هو اصلا الاتش ار مو تكس حتى اقول التكس الاين سنتر لو تكس الاين ليفت فهنا ممكن اقول مارجن المارجن ليفت والمارجن رايت خلي اقول مارجن رايت زيرو هسه اقول لكم شنو يعني المارجن المارجن هو المسافه ما بين اللاين وما من جهه اليمين وطبعا اكيد من اقول المارجن ليفت زيرو اكيد راح يروح باتجاه الـ باتجاه المارجن ليفت زيرو راح يروح باتجاه الليفت F5 فاجى على جهة اليسار ممكن اشيل هذا الموضوع كله وأبقي سنتر على اعتبار أني رايد خط بالسنتر تمام هذا راح أبقي حتى يبقى قدامي مارجن ليفت أور مارجن رايت زين الإمج هذه الباراجراف تعلمنا شلون نتعامل وياها شنو اللي أحتاج أغيره أحتاج أغير الفونت سايز حتى الفونت نفسها يعني هنا غيرت الفونت سايز ممكن الفونت فاميلي اختار الفونت اللي احتاجه فونت فاميلي شنو اللي اريده يا لغه طبعا العفو يا نوع من الخطوط
فهنا هو يعطيني مجموعة إذا حصل الأول أو الثاني أو الثالث حسب، يعطيني كل مرة ثلاثة. مثلا هذا إمباكت، راح أختار هذا النوع من الخط، بدأ يقول لي إما إمباكت أو هذا الخط أو أريال أو سان سيريف. F5 شوف هنا حول لي الفونت إلى إمباكت. تمام. الإيمج أقدر أيضا أتحكم بالستايل مالتها. أجي هنا أقول ستايل يساوي شو أحتاج بالإيمج؟ أحتاج الويدث. إيش قد مثلا خلنا نقول 100 بكسل. هو يمكن راح ياخذ الويدث والهايت بنفس الطريقة على اعتبار يحافظ على الأسبكت ريشيو. تمام. ممكن احدد الويدث والهايت كل واحد بالشكل اللي اريده، ممكن اصغر الصوره، ممكن اكبرها، ممكن نفس الحاله اسوي لها اخليها في اي مكان يعجبني. زين. اجي هسه اذا اردت اغير البروبرتيز مال بودي، فايضا ستايل. ايش احتاج بالستايل بالنسبه للبودي؟ ماتين الكلر مثلا. خلينا نقول الكلر مالتي كله اريد اخليه بلون اخضر مثلا، والباك جراوند كلر اخليه ب لون، اي لون شوف اللي يناسب، خلينا نقول هذا الرصاصي. لا على التعيين، سوي سيف. ها واروح مثلا بعد شنو اغير الفونت، فونت سايز او فونت فاميلي حسب اللي احتاج. مثلا فونت سايز خلي اقول دائما هو 20 بكسل، سوي سيف وبعدين سوي ريفرش. اشوف هنا صار الباك جراوند مال الشاشة كلها اللي هو البودي يعني مال البيج كله صار رصاصي، واللون صار كله أخضر ما عدا اللي أنا محدده ضمن الباراجراف. هاي الباراجراف من قلت لها اللون مالته أصفر، فهذا طغى على البروبرتي مال البودي. إذا أنا خليت بروبرتي للبودي وخليت بروبرتي للباراجراف، بما أنه خليت بروبرتي للباراجراف وقلت له الفونت مالته اللون أصفر وهذا الفونت مالته اللون أزرق، فذولي راح ياخذون اللي بداخلهم. اذا ما خليت اي شيء راح ياخذ الاخضر. اذا رجعت هنا ومن هذا الباراجراف شلت الكلر بدل ما يكون ازرق، بتلاحظون كل وحده عن وحده مفصوله بسيمي كولن، واسوي رفرش هذا اخذ اخضر، ونفس الحاله بالنسبه لهذا. فاذا اي شيء اخليه بالبادي من بروبرتيز راح يمشي على الكل، الا اذا بداخل اي وحده من البروبرتيز اللي اختاريتها انا غيرت او اختاريت فد خاصيه غير شيء، مثل اللون، مثل الفونت سايز وهكذا. فانا ممكن هنا احدد على الكل وبعدين بالداخل احدد كل واحد اللي الشيء اللي يخصه. شنو ممكن بعد اخلي بالنسبه لي البادي؟ ممكن اخلي باك جراوند ايمج، والباك جراوند ايمج هنا اقدر اخذها بما انه هنا بالايمج الاعتيادي استخدمت السورس يساوي ون تايتل. بالباك جراوند ايمج ممكن اختار بغير طريقه اللي هي باستخدام اليو ار ال، هذه لازم اخليها بغير مكان. هسه اقول لكم عليه هنا الستايل مالتي اللي تشوفون الباراجراف هذه خليت لها ستايل وهذه خليتها ستايل، دخل الستايل ويا الديزاين مال يعني ويا التاج، صارت القراءة مال ال HTML صعبة علي، ما جاي أميز الويلكم تو ماي بيج عن البروبرتيز هاي اللي خليتها هنا، فالموضوع شوية يصير مربك. زين، ماكو طريقة أطلع الستايل كله بمكان وأبقي هنا بس الكودات مالتي يكون أفضل؟ نعم. أجي هنا بداخل الهيد، بداخل الهيد أجي أكتب ستايل، ضاف لي تاج اسمه ستايل.
مثل ما هنا عندي أنا الستايل هي بروبرتي أو أتريبيوت، هنا عندي الستايل صار تاج، لكن وين موجود التاج؟ موجود بالهيد اللي هو أصلا مجموعة أشياء ما يفسرها وإنما ممكن يطبقها على اللي موجود بالبودي. زين ستايل لمن أبدأ أسوي؟ أبدأ أسوي ستايل للبودي. داخل البودي شنو اريد؟ اريد كلر. بس هنا ما ضبط الامور، خلي ارجع اكتبها من جديد. بودي، بداخل البودي مثلا اكتب كلر. الكلر مالتي قلنا الجرين اخذناه هذا. زين الباك جراوند كلر نفس هندني، العفو الباك جراوند كلر نفس الجراي الرصاصي، الفونت سايز نفسه مثلا خلينا نقول 30 بكسل وهكذا. اذا هذا بعد ما ابدا اخليه هنا، انا هناك قلت له البودي خلي لي بهالشكل هذا، اي شيء يخص البادي خلي لي بروبرتيز، يعني منتج تلقى بادي طبق له هاي البروبرتيز عليه. خلي اسيف واشوف. تمام ما اختلف عندي شيء عدا انه الفونت، حجم الفونت انا اختارته اكثر، فبقى نفس البروبرتيز. بدل ما اكتبها بداخل البادي واشوه الموضوع هنا خليتها بهالشكل هذا. نفس الحاله بالنسبه اذا عندي مثلا الاتش 1، شنو اللي أريد أسوي؟ التكس ألاين سنتر، الفون سايز، دول كلهم راح أجيبهم هنا. بعد ما بداعي أخلي ستايل بالH1، وهكذا بالنسبة للبقية الباراجراف. أجي أقول له أي بي تلقاها خيلها هذا الستايل، الكلر مالتها بهالشكل، والويد والهايت والعفو الويد والباك كلر وهكذا. طبعا هذا معناه أي بيج العفو أي باراجراف راح يسويها بنفس الطريقة. وأنا ممكن بعدين أتحكم بالستايل لكل باراجراف بعدين، يعني اكو غير طرق انه اقدر اتحكم بيها، او اذا عندي فت خاصيه هسه اشوف شلون اقدر اغيرها. هسه رجع ال HTML مالتي طبيعي، ال H1 ال H2 ال HR ما ادري شنو كلهم، طبعا حتى ال HR ممكن اضيفه وامشي الكل عليه. وهسه خلي اشوف الشكل. تمام زين ايش صار عندي الباراجراف الاولى والثانيه هنا نفس الشيء. طيب انا هاي الباراجراف قلت لا والله هذه خل اسوي لها ستايل بس يخص الويدث، بدل ما يكون 400 خل اسوي 800 بكسل، والكلر بدل ما يكون FF بالنسبة لي الكتابة مالته خلي اختار مثلا هيك شيء. هذا لا ما راح يبين الكلر، مثلا راح اختاره هيك شيء. تمام هي كل البيز انا قلت له هنا، قلت له اي بي تجيك فسوي لها الكلر اصفر والباك جراوند كلر بنفسجي. بعدين هنا قلت هاي الباراجراف لا والله خلي اغيرها اسوي الويث مالته يختلف الكلر. طبعا ممكن بعدين بالستايل هذا اللي يخص السي اس اس انا اقدر اتحكم، بس مبدئيا راح اشتغل بهالطريقه هذه، اخلي مواصفات عامه واللي عنده مواصفه خاصه اخلي اللي هي بالستايل مالته. فخليت الستايل بهالشكل هذا. اذا خلي بعد اشياء تخص البودي اللي هي الباك جراوند ايمج حتى اخلص من البودي. الباك جراوند ايمج اختار لها عن طريق اليو ار ال،
انه هي مو مثل المواصفه او البروبرتي مال الايمج اللي بالسورس انطيه بهالشكل هذا، لا هذا يو ار ال، بداخل اليو ار ال اكتب بين قوسين شنو وين موجوده بالدي، بس هنا راح ينكتب على شكل يو ار ال، فالسلاشات تختلف ايمجز وفلاور 1.jpg، وخلي اسميها خلي اختار فلاور 3.jpg مثلا واسوي سيف واشوف شنو القصة. فجاب لي الباك جراوند مال البودي صارت بهالشكل هذا، اذا تشوفون الصورة لانه صغيرة فصار لها تكرار تكررت، اريد اوقف التكرار. اوكي هذا الستايل يحل كل المشاكل. باك جراوند سوري باك جراوند ريبيت، اقول نو ريبيت معناه شنو؟ معناه لا تكرر لي الصوره، لا تكرر الصوره صار اخذ السايز مالتها الاعتيادي اللي هو بهالشكل. اوكي اقدر اغير مكانها، طبعا اقدر اقول له البوزيشن مالته سنتر مثلا، انا اكتب هو اللي يطلع لي الاشياء بوزيشن سنتر سيف، صارت البيج صارت الايمج بالسنتر. انا اريدها تكون على قد ال البيج كلها، تغطي لي البيج كلها تمام. باك جراوند سايز اكو هنا عندي اسمها كفر، واقدر انطي مثلا ايش قد الحجم مالته 700 بكسل 800 بكسل عادي، بس هنا راح انطي كفر، انا اغطي لي كل البيج فصارت طبعا الصوره من تتكبر اكيد تشوه على اعتبار هي صوره اصلا صغيره، وصارت على قد البيج مالتي. اذا كملخص للاشياء اللي اخذناها، اخذنا ال HTML شلون اكتبه، تعلمت شلون اكتب تاجز، وذول التاجز اكو بيهم مجموعة عندهم بروبرتي مثل الـ A أشرف مثل الـ Image بها Source وبها Alt، وهنا عندي Target، دول كلهم تمام، دول أساسيين بالنسبة للتاج. أكو تاجز لا احتاجت أنه أتحكم بالشكل مالتهم، فاستخدمت الـ Style، وهذا الـ Style هو تابع لي الـ CSS. الـ CSS طبعا الموضوع يعني بتفاصيله هو، أنا راح أخذ على قد اللي أحتاجه من عنده. CSS style ممكن اكتبه داخل التاج نفسها مثل ما شفنا، وممكن اخليه داخل الهيدر او داخل الهيد اضيف style وبعدين اكتب كل واحدة من التاجز وانطيها المواصفات، يصير انطي مواصفة هنا وارجع للتاج نفسها انطي بها مواصفة of course yes، لكن اللي الثانية الداخلية راح تطغي على الخارجية، راح تكون هي تنسخ اللي موجود وتكون هي الدوميننت. اخذت بروبرتيز اساسيه، مواصفات اساسيه، الكلر اكيد الباك جراوند كلر، الفونت سايز دول كلهم تقريبا ثابتين، التكست الاينمنت يمنى او يسرى، وهم رجعنا للفونت سايز والكلر والباك كلر كتبته باكثر من طريقه، الويدث والهايت ما بها اشكاليه، الفونت سايز الفونت فاميلي اخذناها، لكن هنا عندي خصوصيه شويه بالباك جراوند ايمج مال البادي، احتاجت لها هذولي البروبرتيز الاربعه، اختاريت الايمج وقلت له لا تتكرر لي اياها نو ريبيت، وقلت له البوزيشن سنتر طبعا اذا هي خليت كفر بعد ما يحتاج البوزيشن سنتر، وخليت الباك جراوند سايز هو الكفر. هذا ما يخص محاضرتنا اليوم، ان شاء الله المحاضرات القادمه راح ناخذ تاجز اكثر وناخذ ستايلز اكثر. اذا عندكم اي سؤال او شيء اكتبوا لي اياه بالكلاس، والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.